هلا، انا ذهون من قناه ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بافضل 5 افلام رعب. طبعا في السابق كنت انزل عن 10 افلام، لكن قلت لازم ارجع للنظام الاول واللي هو كان 5 افلام. السبب يريحني اكثر، وفي مقاطع كثيره راح تكون موجوده، ولكن غالبا كل اسبوع راح يكون في مقطع واحد واتكلم فيه غالبا عن 5 افلام او 5 مسلسلات. الى تحت في التعليقات تكتبون اخر فيلم او مسلسل شاهدتموه. يلا خلينا نشوف ذوقكم حلو ولا لا. My dad. He died. I'm the solicitor at your father's estate. My dad owned this place. تشويق ورعب يستحق الفرصة. فيلم جميل قلت لازم يكون في هذه القائمة. القصة عن أريس اللي عرفت سر مظلما في قبل حانة الخاص بوالدها الراحل. بس الصدمة تبدأ أول ما تكتشف مخلوق غامض تدعى باغهيد. يبقى السؤال، ما سر هذا المخلوق وماذا تريد منه؟ ولكن أسرار هذه القصة صعب تتوقع هنا. Every time I try and connect she takes 2 steps back. No, Ethan. You hungry? وش أحلى من الرعب والحماس في فيلم واحد؟ جسم غامض يحتوي على بيضة يطيح من السماء إلى إحدى النوافذ في مبنى سكني قديم بمدينة نيويورك. صدمة تبدأ أول ما يخرج عن كبوت صغير. قصة تبدأ أيضا أول ما تقرر فتاة بالغة من العمر 12 سنة إنها تحتفظ به كحيوان أليف، أمر اللي راح يجعلها في خطر مميت. That's the cellar. It's filthy. I like to think of it as character. صدقوني ما راح تعرفون حبكة هذا الفيلم إلا بالنهاية، والسبب راح تعرفونها لو اخترتم تشاهدون هذا الفيلم اليوم. رعب وغموض يستحق المشاهدة. احنا نشوف العائلة اللي تختفي الابنة بشكل مفاجئ. الصدمة أول ما تكتشف الأم أن هناك قوة غامضة تسيطر على المنزل وعليها مواجهتها. أول استسلام وفقدان العائلة بأكملها. فيلم مثل ما قلت عجبتني نهايته. في عاصفة كمان فقدت بصرها في حادثة يوم كان عمرها 5 سنوات. بعد فترة طويلة قالت لازم أسوي عملية جراحية، واستردت بصرها تدريجيا. خلال تعافيها من العملية تدرك وجود رؤى غريبة تراها، وتبدأ الرحلة لمعرفة الحقيقة وراء تلك الرؤى. السؤال، كيف وصلنا إلى هنا؟ ما حبي تتعمق فيه للحرق، وتجربة تستحق المشاهدة. There's a pool. I always wanted a pool. Is this everything? We'll grow into it. Y'all ready? الممتع من أول ما بدأ قلت خليني أجهز الفشار، عجبني جدا وقلت لازم يكون هنا، جريمة لو ما حطيته هنا. عن عائلة قررت شراء بيت فيه أسرار مرعبة راح تعرفون إذا شاهدتم الفيلم. طبعا فيه مسبح وقصتنا عن هذا المسبح والكل مبسوط منه. قرروا شراء البيت، بس الصدمة أول ما يسكنون بالبيت وتبدأ أحداث مرعبة من المسبح تدريجيا. فالسؤال، هو السر بالتحديد؟ كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم. اتصال اشتراك بالقناة واللايك والنشر. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden. In my room.